صابر ورامي بالكلاب صايبوا عليك الكلاب. صابر خليفة ما في باليش بيه اللي هو عنده كلب لأنه يسكن في أبارتمون، ما جاش البالي صدقني والله أقسم بالله أقسم بالله لا في بالي بيه. من بحش الكلب عليه؟ ما سمعتوش جملة. يا صابر حل عطيني شارجر خنشارجي بيه للصباح ونجيبو لك الصباح. نعش يمكنوا نوعه بيرجيد رشنية ما نفهمش فيه من الكلاب لمحال، أما من نوع لا تبش تقولي تفهم فيهم بالكداب الكداب بالرسمي الخاطر رامي جريدي خرج لي نوع بيد ولا شنية. رامي شلق تعرف وقت شلقت رامي نخدم معاه وسكر الباب وما تتخلق فيه نسمع في حس شلقت فما حاجة ورا الباب مخرج لي حاجة كي حل الباب لقيته بيد الساعة أنا نسيت اللي أنا حلبت له ماذا نرى في فم واحد لسانه هابط زوز متر واللوطة صار ما عاش فيها قطع تحل يا أخوي يرحم والديك حل صح حل لا يا رامي لا لا عارف ومعناتها ورامي دارو إسباس محلول عرفت في نهج ولا في الشارع معناتها في أريانا معناتها ما نجمش أهربت معناتها في النار بندور بالكراب وشدو صابر خليفة في أبورتمون تحصرت ما في باليش بيه صدقني لا في بالي بيه اللي عنده كلب كي خرج لي بالكلب تحسرت في قلت باهي 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 ما والله والله مريقل 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 ما عادش ندور بيك كوزا فيا انا ما نتري على الشيء كيش معناتها نتصور نقتلو زوج السوم نرتاح منها خمم بالحرقة في بالي زعما نحرق ولا لا عايش في الدنيا زوالي.